ماذا جرى في أوكرانيا قبل 5 سنوات؟ انتفاضة عفوية حقا، أم مشروع سياسي مدعوم وممول من الخارج، أم حملة دعائية للتعريف بأوكرانيا أمام العالم؟ تلك الأحداث في شهادات المشاركين فيها وخصومها وشهود العيان. ميدان الاستقلال في العاصمة الأوكرانية كييف تحول في نهاية عام 2004 إلى حاضنة لعشرات الآلاف من الأوكرانيين الذين صوتوا لزعيم المعارضة الأوكرانية آنذاك فيكتور يوشينكا في الانتخابات الرئاسية. أحد لم يكن يتوقع آنذاك أن يتطور الاحتجاج إلى عصيان مدني يشل مؤسسات الدولة. في تلك الأيام ساد اللون البرتقالي وطغى على ميدان الاستقلال. يروسلاف روتكيفسكي كان واحدا من المتحمسين لتلك الأحداث التي نعتت في حينها بالثورة البرتقالية. يروسلاف كان متعطشا للتحولات. بالطبع الناس أرادوا التحولات آنذاك. التحولات مطلب دائم للبشر، والناس سواقون للتجديد ولكل ما هو أفضل. لذلك فإن الأوكرانيين توقعوا تغيير النظام القضائي في البلاد، وأرادوا القضاء على الفساد وتحسن معاملة الشرطة للمواطنين وانحصار البيروقراطية وإزالة العقبات من ممارسة الأعمال الحرة. أعمال كثيرة كانت معلقة على هذه التحولات. هكذا فإن قسما من الأوكرانيين نشد التغيير والتحولات وأراد أن يسمع العالم بدولة تدعى أوكرانيا. ما حدث في نهاية عام 2004 يمكن أن يصنف كثورة حقيقية، لأنه أدى إلى تغيير النظام السياسي في أوكرانيا بمشاركة واسعة من الأوساط الشعبية والجماهيرية. فعليا فإن تلك الأحداث هزت ليس فقط أوكرانيا بل الفضاء السوفيتي السابق والعالم. لأول مرة سمع العالم بأوكرانيا ليس من خلال رياضيها المحترفين وكارثة مفاعل تشيرنوبل، وإنما في سياق أحداث سياسية وجيوسياسية، أحداث كانت عنوانا رئيسيا في نشرات الأخبار حول العالم. لقد كانت ثورة حقيقية دفع الأوكرانيون فيها عن مثلهم السامية، رافضين العيش وفق القيم التي كانت سائدة في الاتحاد السوفيتي السابق وخلال عقد من الزمن بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. في انتخابات الرئاسة عام 2004 فاز في الدور الثاني رئيس الوزراء آنذاك وزعيم المعارضة حاليا فيكتور يانوكوفيتش، إلا أن فيكتور يوشينكا لم يعترف بهزيمته. انتخابات عام 2004 أشعلت فتيل الثورة في الميدان، فقد أصبحنا شهود عيان على تزوير الانتخابات. المواطنون رأوا كيف تحاول السلطة التلاعب بالعملية الانتخابية متجاهلة إرادتهم، وأكثر من ذلك حاربوا بكل الوسائل أحزاب المعارضة وحاولوا تسميم فيكتور يوشينكو. محاولة تسميم فيكتور يوشينكا لم تثبت قضائيا، لكن الأخيرة أحسن استغلال ذلك الحدث لتجنيد الناخبين. إنني متأسفة على أولئك الذين غرر بهم واستغلوا كأدوات في الثورة البرتقالية. بالفعل فإن الناس خرجوا إلى الميدان بدافع الحصول على حقوق أوسع. كانوا يريدون المزيد من الحريات الديمقراطية كحرية التعبير عن الرأي والتظاهر والتجمع. ماذا حققت الثورة البرتقالية من إنجازات؟ وكيف ينظر إلى هذه الإنجازات اليوم؟ يوشينكو شخصيته السياسية كتير ضعيفة، هو مش سياسي في الحقيقة. ممكن هو إنسان منيح كزلمة، ولكن كسياسي هو كتير ضعيف. ومع له قدرة لاتخاذ قرارات سياسية مهمة. إذا في شيء أزمة سياسية هو بياخذ إجازة بيروح لمكان ثاني بيستريح. ومشان هيك الحياة السياسية الأوكرانية بتجي هون بتجري بأوكرانيا بلا مشاركة يوشينكو إذا في شيء أزمات سياسية. وكل أنصاره بيتلعبوا بيوشينكو. إذا أردنا أن نتحدث عن الإنجازات وعن التغيرات التي وقعت جراء الثورة البرتقالية، فعلينا أن نعترف بأن أوكرانيا أصبحت أمة واعية سياسيا، وأن الشعب الأوكراني بات يشعر بأنه أمة مستقلة ذات سلطة مستقلة. إضافة إلى ذلك فإن من إنجازات الثورة حرية التعبير عن الرأي والحصول على المعلومات.
ثمة إنجازات أخرى تحققت، من أهمها تثبيت الهوية الأوكرانية والشعور الأوكرانيين بأنهم أمة موحدة في سياق الجيوسياسي. وبدأ العالم يفهم أن أوكرانيا ليست روسيا، وأن ما يحدث في روسيا لا يمكن أن يتكرر في أوكرانيا. منذ ذلك الحين شهدت أوكرانيا ثلاث حملات انتخابية، مرتان لانتخاب البرلمان ودور أول من الانتخابات الرئاسية. وأود أن أشير إلى فوز المعارضين للرئيس فيكتور يوشينكو في الانتخابات البرلمانية، ما يظهر بوضوح ترسخ الممارسة الديمقراطية في البلاد كإجراء انتخابات نزيهة وحرية التعبير عن الرأي. هذه الممارسات لم تعد حالة استثنائية بل أمرا عاديا. أعتبر ذلك من أعظم إنجازات الثورة البرتغالية. نحن يمكن أن نرسخ حرية التعبير عن الرأي عندما يؤخذ بآراء المواطنين والصحفيين، وعندما تجسد هذه الآراء في عمل الرئيس والحكومة والبرلمان. هكذا يجب أن تفهم حرية التعبير عن الرأي، وليس من خلال إتاحة المجال للحديث من دون إعارة أهمية للرأي العام. لكن ما حصل فعلا ضحك على اللحى، لذا نرى اليوم أن الناس قد خابت أمالهم التي كانت معلقة على قادة الثورة البرتقالية. خيبة أمل إذن أم إنجازات؟ وهل الإنجازات المزعومة تستحق ذلك الثمن الذي دفعه ويدفعه الأوكرانيون؟ الأزمة الاقتصادية اللي إجت هي شتبت كلا الإنجازات، لأنه سعر صرف العملة الأوكرانية انهار ب 60%، والناس بيقبضوهن بالعملة الوطنية مش بالدولار، مشان هيك صاروا بين عشية وضحاها صاروا أفقر مرتين. والإنجازات الاقتصادية اللي كانت كلها انشطبت. لذلك الناس بيتهموا السياسيين عند السلطة، أي يوشينكو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يوليا تيموشينكو، والكل بينسوا بعض النجاحات الاقتصادية النسبية والاجتماعية النسبية اللي كانت قبل الأزمة. الأزمة اجت وخيبت أمال، خيبت بقية الأمال اللي كان عند الناس. تحولت روسيا وأوكرانيا من صديقين حميمين إلى خصمين محتملين، هذا ما تشير إليه آخر استطلاعات رأي العام في روسيا. وثمة اعتقاد في روسيا بأن أوكرانيا أشد خصاما مع روسيا مما مع الولايات المتحدة التي كانت الخصم المحتمل الأول لروسيا على الدوام. أوكرانيا تقدمت في هذا الإحصاء حتى على جورجيا، هذا ما أدت إليه السياسة غير المدروسة للرئيس الأوكراني، وهذا أحد أسباب القطيعة السياسية مع رئيسة الوزراء يوليا تيموشينكو. من أكبر الهفوات في أداء السلطة فشل سياسة الكادر، فقد واجه الرئيس الأوكراني معضلة تحقيق التوازن بين فروع السلطة. ولا بد أن ألفت انتباهكم بأن فيكتور يوشينكو اضطر تحت الضغط قبل انتخابات الإعادة للموافقة على إجراء تعديلات دستورية نقل بموجبها بعض صلاحيات الرئيس إلى البرلمان، خاصة ما يتعلق بتشكيل الحكومة. جراء ذلك أصبحت أوكرانيا دولة برلمانية رئاسية وليس العكس. هذا بدوره هيئة أرضية لمواجهات مستمرة بين الرئيس والبرلمان والحكومة، ونتيجة للصلاحيات المنقوصة لم يكن بوسع الرئيس فض النزاعات بين فروع السلطة. طيلة السنوات الخمس الماضية كانت أوكرانيا رهينة مواجهات سياسية مستمرة، وبغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الحالية فإن الرئيس القادم سيواجه التحديات ذاتها، لذا لا بد من إجراء إصلاحات دستورية. لقد انخفض إجمالي الناتج الداخلي خلال فترة حكم البرتقاليين بنسبة 15%، وتضاعف عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر. أسعار المواد الغذائية تضاعفت مرات عديدة، وعلى سبيل المثال فإن سعر السكر ازداد عشرات المرات، علما بأن أوكرانيا كانت أحد أكبر منتجي سكر البنجر في العالم، حتى أنها كانت تسمى بالدولة السكرية العظمى. أوكرانيا تستورد الغاز الطبيعي اليوم بأعلى سعر في أوروبا. هل تعلمون أن أوكرانيا تأتي في مقدمة دول العالم من حيث الفساد، متخلفة فقط عن الصومال؟ هذه هي إنجازات البرتقاليين. لقد علقنا آمالا كبيرة على الثورة البرتقالية وأردنا إنجازات كثيرة وسريعة، أي أن توقعاتنا فاقت الحدود المعقولة. أردنا كل شيء مرة واحدة، وهذا للأسف أمر غير قابل للتحقيق. ويجب أن نأخذ في الحسبان أن الرئيس فيكتور يوشينكو جاء إلى السلطة بصلاحية منقوصة، حيث قلصت هذه الصلاحيات إلى حد كبير بعد التعديلات الدستورية.
ولم يكن الرئيس قادرا على تعيين رئيس الوزراء، وكل ما بوسعه هو أن يرفض مرشح الائتلاف البرلماني إلى هذا المنصب. باختصار، فإن الرئيس لم يكن يتمتع بالصلاحيات اللازمة لإجراء الإصلاحات في البلاد. لنرى ماذا سيفعل الرئيس القادم. يروسلاف بوتكيفسكي، وإن يرفض الإقرار بهزيمة القيم التي دافع عنها في ميدان الاستقلال، إلا أنه يستبعد تألق الثورة البرتقالية من جديد على أقل تقدير في المستقبل القريب. الثورة البرتقالية اليوم كابوس مؤرق قد زال، وخيبة أمل ممن وعدوا ولم يفوا بالوعد، ومبعث أسف على أهداف لم تتحقق. ماذا يحمل الغد لأوكرانيا؟ إن غدا ناظره لقريب.